المدرسة طالع قرارها هذا من غير القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إبراهيم جبلاني، ولي الأمر أحد الطلبة في مدرسة أول المركزية. طبعا احنا نبو من وزارة حكومة الوحدة الوطنية بين تنظر إلى أول بخصوص مدرسة أول المركزية، مدرسة متهالكة، مدرسة ما فيهاش أي إمكانيات، مدرسة حقيقة يعني تعبنا 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 ياسر ياسر. يا حكومة الوحدة الوطنية انظروا لنا، انظروا لنا شوية، لأن احنا خلاص ما عادش قدرنا نتحملوا حر الصيف والشتاء وفي الأمطار وفي جميع الأجواء، احنا متضررين، أولادنا متضررين، والحقيقة ما عادش نقدروا نتحملوا. وأنتم مصدرتوا قرارات بخصوص أنكم تديروا لنا مدارس جديدة، وإحنا من ضمن المناطق اللي تحتاج لمدرسة. إحنا منطقتنا عندنا مدرسة واحدة من الصفيح، ما عندناش مدرسة ثانية إلا هذه، وهذه مدرسة متهالكة. وتعالوا شوفوها، تعالوا جيبوا لنا ناس يشوفوا المدرسة شن فيها. علي أحمد العيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية أوال. بلدية أوال بلدية حديثة النشأة، تم إنشاء البلدية بقرار من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 33 لسنة 2022. على ضوء إنشاء البلدية تم إنشاء مراقبة التربية والتعليم بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 892 لسنة 2022، وتم تكليفنا بهذه المهمة. طبعا بمجرد ما تم تكليفنا بمهمة التربية والتعليم، باشرنا عملنا في مع وزارة التربية والتعليم بخصوص القطاع التعليم الذي تم إنشاؤه في بلدية أول. طبعا البلدية توجد بها مؤسسة تربوية واحدة، وهي مدرسة أوال المركزية للتعليم الأساسي. تم إنشاء مدرسة أوال المركزية للتعليم الأساسي بقرار من مسؤول التعليم بمنطقة نالوت سنة 2013، والمدرسة هي عبارة عن فصول متنقلة. طبعا من 2013 إلى الآن 2023، 9 سنوات، المدرسة لم يتم استبدال الفصول المتنقلة، وإنما صحيح المدرسة تحصلت أكثر من مرة من صيانة، لكن صيانة في فصول متنقلة يعني بتكون صيانة للنوافذ للأبواب، لكن كفصل متنقل لحد الآن لم يتم استبداله، والفصول متهالكة جدا. المنطقة منطقة صحراوية تعاني في الصيف، درجة الحرارة فيها مرتفعة، وفي الشتاء درجة الحرارة طبعا برودة جدا، أو الطقس بارد جدا، فالطلبة يعانوا من في الفترتين سواء في الصيف أو في الشتاء. فحقيقة كما هو واضح في الفيديو بأن المدرسة يعني وضعها مزري،
وضعها حقيقة صعب يعني وصفه. نتمنى من رئاسة الحكومة الاهتمام بالمناطق الصحراوية باعتبار أن بلدية أوال من المناطق الصحراوية وهي تبعد عن مدينة طرابلس 550 كيلو متر، كما أيضا أنها تبعد عن مدينة غدامس عن بلدية غدامس وعن بلدية درج 50 و60 كيلو. طبعا 50 و60 كيلو يصعب على الطلبة وأولياء الأمور تحمل المسافة هذه يوميا، وهذه المسافة نعاني فيها احنا يوميا. طبعا عندنا طلبة يدرسوا في التعليم الثانوي، لحد الآن الطلبة يدرسون خارج بلدية أوال، يوميا يتنقلون مسافة 50 كيلو من بلدية أوال إلى بلدية درج ومن أوال إلى غدامس. طبعا نتمنى من الحكومة أن تضعنا في عين الاعتبار. لا ننسى أن خطة الوزارة بشأن إنشاء 500 مدرسة طبعا من ضمن الخطة المدروسة لتغيير مدارس الصفيح الموجودة في ليبيا. طبعا باعتبار أن بلدية أوال بها مدرسة وهي مدرسة صفيح، صحيح تم إدراجنا من ضمن 500 مدرسة، لكن لحد الآن نتمنى من الوزارة أن هي تعجل في موضوع رسالة اللجنة المكلفة بمعاينة المدرسة على أرض الواقع ومطابقة ما تم إرساله من كقطاع التربية والتعليم بلدية أوال للوزارة، بالخصوص أن تم تحديد قطعة أرض للمدرسة، أيضا ما هو مطلوب فيما يخص إنشاء المدرسة. نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن هي تباشر أو تعجل في موضوع معينة المدرسة، باعتبار أن المدرسة زي ما ذكرنا السلف أن هي من ضمن المدارس الصفيح الموجودة في ليبيا. وأكد رئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة اللي هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد أن نتمنى عدم وجود أي مدرسة صفيح في ليبيا. فمن هذا المنطلق نوجه رسالتنا بشكل خاص للسيد موسى مقريف، وعلى ما أعتقد هو عنده علم بأن المدرسة مدرسة صفيح. نتمنى من الحكومة أن هي تعجل في موضوع إنشاء مدرسة حديثة للطلبة، حقيقة 10 سنوات معاناة مدرسة صفيح، الوضع حقيقة مزري للغاية. أنا طالب من مدرسة أوال المركزية، مدرستنا من تريلات، نبو مدرسة زي طلبة في المدارس الثانية في ليبيا.